54 أكاديمية في 900 ناشئ بترعى الوزارة. دي بداية مش نهاية. إن شاء الله نكرر الأفكار باستمرار ويكون في مساحة أكبر للأكاديميات. بدأنا بأكاديميات الكورة، إن شاء الله يكون في أكاديميات تانية كتير، وإحنا فتحنا سوق كبير في مصر. طبعا أنا برحب بكل الوفود العربية الموجودة. فتحنا سوق كبير في مصر، دعمنا القطاع الخاص ان هو يشتغل وبقوه وبشراهه، كسرنا بيروقراطيه، اصبح هناك قطاعات كتير بقت موجوده، وفتحنا القطاع الخاص من البدايه خالص بحاجه اسمها outsourcing plan او بي او تي، بنظم مختلفه يطور معانا المنظومه وينشئها. مراكز شباب مهمه جدا، الاكاديميات بقت موجوده في كل او معظم مراكز شباب مصر، مشاركين باكثر من اكاديميه دوليه في مصر غير الاكاديميات العربيه اللي مشاركه معانا، وفي بعثات افريقيه موجوده. ده بدايه الكرنفال، هيبقى بطوله دوليه للاكاديميات، المفروض بتعلم الاولاد سلوكيات وكوره وفنيات. ان شاء الله يبقى كرنفال ناجح ويظهر منه لعيبه كبيره قوي تبقى نواه لمنتخب مصر والانديه المصريه. الهدف من الكرنفال ده مشاركه المصريين بشكل كويس ضد البعثات العربيه والافريقيه اللي جايه من بره مصر. الهدف برضو تعليم الاولاد الروح الرياضيه، الفير بلاي، الهدف اللي ازاي ينفذ اللي هو اتعلمه من خلال التدريبات، بينفذه على شكل كرنفال ومباريات، وده الهدف الاسمى اللي احنا نطلع ابطال قاده يمثلوا منتخب مصر بعد كده في المستقبل، وان شاء الله يكون كرنفال. وسعدت بوجودي مع حضراتكم. ان انا اخش انديه كتير هتخليني ان انا اتطور بدنيا وفنيا. انا فرحان ان انا اشوف اشقاء الدول العربيه، وانا حابب ان انا اشارك في البطوله وان شاء الله ممكن ناخدها. يعني مشاركتي في الكرنفال مفيده ليا، بحس ان استفاد خبره اكتر، يعني وهعرف لغات عشان مثلا لو بقيت لعيب كوره اقدر اتكلم وهكذا. انا كلاعب مصري في اكاديميه مصريه، بالنسبه لي ان انا لاعب فرق من بره وكده، بالنسبه لي في المستقبل هتفيدني، وممكن يعني ان شاء الله حاجه اروح نادي كويس او كده. استفاد خبره في حاجات كتير، يعني هلعب مطوشه واستفاد خبره.